طاقة المطارد في تغيير مستمر. لو انت بصيت على نفسك من شهر، طب بص على نفسك كده من 3 شهور، طب بص كده على نفسك من 6 شهور، وبص على نفسك النهاردة، انت هتعرف انت قد ايه اتغيرت وقد ايه تطورت، وان انت في تحسن في الطاقة وتحسن مستمر. معاك روبي، ما تنسوش اللايكس والاشتراك في القناة عشان نوصل لكل توأم شعر. المطارد المتشافي بقى متوازن اكتر، عنده شعور بالاستقرار اكتر، مستني حاجات حلوة كتير قوي ان شاء الله الفترة اللي جاية. هو اشتغل على نفسه كتير قوي الفترة اللي فاتت، وهو دلوقتي في مرحلة الحصاد، يعني هيبدأ يشوف تغييرات حقيقية وخطوات إيجابية جدا إن شاء الله في بناء مستقبله وبناء نفسه. إن شاء الله بإذنك يا رب هيكون في استقرار على المستوى المادي والمستوى المستوى الشخصي. الهدف من العلاقة زي ما احنا عارفين هو الاتحاد مع النفس، فانا اول لما بتحد مع نفسي انا بتحد مع روحي، فلما بتحد مع روحي انا بتحد مع توأمي. يعني ايه؟ برضو مش فاهم. الهدف من العلاقة التوأم الشعلة غير اي علاقة، الهدف كله في التشافي الروحاني. فأنا كمطارد لما أكون متشافي أنا ببقى مكتمل برب العالمين، أنا مكتمل بنفسي، أنا بتبسط لوحدي، أنا مستغني بربنا عن كل الناس. فساعتها بس عندي هدوء، عندي سلام، ماشي مبتسم كده أو حاسس بتوازن. الفترة اللي فاتت ويمكن الفترة الحالية كمان كان معظم المطاردين مائلين كده، ميالين ان هم يقعدوا لوحدهم، ان هم ينعزلوا. معظم الوقت كان في صمت، دماغهم شغالة بس عمالين يقيموا كل حاجة في حياتهم بشكل بنسبة 100%. انا بقيم الاشياء، بقيم انا فين في الدنيا دلوقتي، انا وصلت فين في المستوى المهني، مين الاشخاص اللي حواليا. في بعض المطاردين يعني اكتشفوا الناس حواليهم ملهمش لازمة الحقيقة، يعني انت ما تستحقش تكون في حياتي. عارف اللي هي العلاقات السطحية، او اللي هي بتاخد منك مجهود او بتحبطك. طلعت بتحب. الفكرة في ايه؟ يعني مثلا ان ايه، حد مثلا يقعد يشكك ما فيش حاجة اسمها توأم شعلة، او طب انا سواء انا في توأم شعلة او مش توأم، انا شغال على نفسي، انا عايز ابقى احسن، انا بطور من ذاتي، بتحد مع روحي، بقعد مع نفسي وبعرف ايه مشاكلها، بقيم اللي الناس اللي حواليا مين يستاهل يكون في حياتي ومين لازم يبقى بره. فانت زعلان ليه ولا انت زعلانه ليه؟ فمفيش وقت ولا مجهود ولا طاقه لاي حد سلبي. انا مش قادر اسمع كلام نيجاتيف، مش قادره. يعني احساس طاقه لو انا مش قادره ولا حرف ولا كلمه ولا بصه، يعني انا ممنوع منعا باتا حد يضايقني اتفضل باب اهو، انت عارف، او على اليمين كده وانت خارج، بس يعني انا مش قادره بجد. وده حق كل بني آدم. انت المطارد محتاج قوة، هو بيصبر نفسه أصلا، فمحتاج يبقى اللي حواليه كده ناس إيجابية، ناس مبتسمة، ناس بصة لمستقبلها، ناس بتشتغل. برضو رسالة لكل حد كان أهمل الفترة اللي فاتت من كتر التفكير ومن كتر طاقة الهارب ومن كتر التعب النفسي، يعني سواء أم لازم تركز مع أولادها في أيام الامتحانات ديت، أو طالبة مثلا أو طالب، أو حتى حد بيشتغل كان مقصر في شغله علشان هو على طول مرهق، على طول محبط، على طول على طول. فإن شاء الله المطارد مكمل. طيب ايه وضع الهارب بقى دلوقتي؟
في هارب في حاجة مهمة لازم نفهمها، ان في بعض الهاربين راجعين طالبين علاقة جسدية، فالمطاردة بتبقى زعلانة جدا الحقيقة، اللي هو انت شايفني كده او انت عايز كده بس، طب فين الحب وفين العلاقة وفين وفين. الهارب عنده طاقته ضعيفة جدا في طاقة الجنسية، يعني الطرف التاني توأمه عارف ده او بيحس بده، بس الهارب لسه بيخبط ولسه يعني خلاص عارف ان هو مرتبط بتوأمه او هو بيحبه او هو يعني مش عارف عبر لك عن الحب ازاي، غير ان انا عايز احضنك، يعني عايز المسك، عايز اعمل اي حاجة. والكلام ده طبعا بالاخص لو كان الهارب رجل، يعني هو معظم الرجالة يعني حبها فيزيكال، يعني انا ببين لك ده، لكن الست بتحب مثلا تسمع الكلام الحلو، انا عايز اسمع كلمة بحبك او وحشتيني او انا فعلا ماليش من غير، مش عارف اعيش من غيرك او ماليش غيرك، انا عايز اسمع كلام ده. ساعتها احس ان انا ارتحت او بقى عندي سكينة او اطمئنان، لكن الراجل بيبقى عايز الجزء المادي، وطبيعي ان هو بيحب يسمع طبعا كلام حلو، بس هو ده طريقة الحب عندهم، يعني عند الرجال بالذات. فطبعا الطاقة اصلا في التوأم مش شعلة، هي شعلة يعني هي نار. فانا نفسي بس من يعني انا شفت في كذا تعليق المطاردين زعلانين من الهارب. يا جماعة احنا مش هينفع نقيمه ان هو بني ادم طبيعي، يعني ان هو تصرفاته عقلانية فانا هقيمها بالميزان انت صح او انت غلط. لا، انا بقوله لا من غير ما ازعل. في هاربين مثلا اللي هو انت طالب مني كذا ومش مكفيك مراتك ولا الطرف التالت او مكفيك العلاقات ولا مكفيك البنات اللي انت عملت تتدلع معاهم على الانستجرام وعلى الفيسبوك وكذا، وعمال جاي لي انا في ده بس. يا سلام، هو مش متشافي. انا هبقى فاهمه ان هو بيعك بصراحه كده بالمصري، هو بيعك فعمال يخبط بقى، عمال يعمل اي حاجه. طيب ماشي، انا كمطارد بقى انا هيبقى رد فعلي ايه؟ انا اكيد ههزقه، لا انا هعمل له بلوك، لا ده انا هربيه، انا هعرفه قيمته، انا لا، انا مش هعمل اي حاجه من دي، انا هقول له لا بس، انا هقول له لا واسكت. وانا لازم يبقى في قلبي لو انا فعلا متشافي، يعني ايه هو علامات التشافي؟ ان انا اكون فعلا هادي وعندي سكينه واستسلام، وعندي اهم حاجه طاقه الحب دي. انا مش زعلانه منك، انت بالنسبة لي حد لسه غير متزن، غير متشافي، فكل اللي انت بتعمله ده بالنسبة لي ولا حاجة. يعني انت مش هقيمك ان انت يعني مش هقيمك ان انت حد بجد مش هقيمك ان انت حد بجد، فانا هقيمك ان احط افعالك في الميزان انت صح ولا غلط. لا، انا مش هعمل كده، انا هرفض بس. يعني انا بدام احنا مش متجوزين اكيد مش هنعمل كده، تشافى وتعالى، ما عنديش مشكلة خالص. طيب ايه ميزة التشافي برضو عند المطارد؟ اما انت لما بتصالح نفسك انت بتتحد مع نفسك، انت متحد مع روحك، فهو توأمك ده روحك، فانت اتحدت معاه، فوانس ان انت بتعمل الكلام ده هتلاقي الهارب جاي بقى هو عايز يتحد على المستوى المادي. احنا خلاص اتحدنا على المستوى الروح، محتاجين بقى نتحد على المستوى المادي. برضو حاجة خدت بالي فيها في التعليقات، ان بعض المطاردين حاسين بنفور جامد جدا من الهارب. انا مش طايقة ابص في وشه، ومش طايقة اسمع صوته، مش طايقة حتى افكر فيه. ده نوع من انواع الجذب اللي هو الهارب بيعمله على فكرة، هو جاي عليكي بنرفزة او عصبية او نفور او انا مش طايقاك، انا هو انا بكرهك ولا ايه؟ وفي نفس الوقت لا مش بكرهك، يعني مش عارفة بس حاسة ان انا متعصبة كده، وعادي ممكن ياخد يوم وتقومي زي الفل تاني يوم. ف
فاللخبطة في المشاعر ده جذب بيعمله الهارب. فيا جماعة ركزوا ان هو مش ده انتو. انا كتير قوي بتبقي صاحية من النوم، انا اليوم النهاردة خلاص مقفول، انا شفته كده في حلم او رؤية ان هو عمال يتخانق معاك، فانا خلاص اليوم ده النهاردة مقفول. او مثلا قايمة ظهري مش قادرة او ركبي مش قادرة، لا مصدعة جدا مش عارفة، عندي وجع سنان. طب ايه علاقة السنان بها؟ لا عارف اللي هو اي وجع وخلاص، او اي حاجة كده فيها ديستربنس او فيها لخبطة. ف ان شاء الله هي مسألة وقت، وان شاء الله الهارب راجع واجمدوا واستعينوا بالله. انا عارفه في مطاردين كتير عاملين كل حاجه، يعني الحقيقه يعني انا شغله نفسي وشغله وقتي وما عنديش وقت اصلا، وعندي حوارات كتير وعندي مذاكره وعندي عيال وعندي مدارس وعندي، بس في نفس الوقت لسه بفكر فيه او مشتاقه له او كده. على فكره ده طبيعي ان انت تفتكريه او تشتاقي له، يعني انت بس ابعدي طاقتك عنه، ساعتها انت هتفعلي عنده الالم. الالم هو اللي هيجيب الهارب. بحبكم، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.